اللاعب سواء النصر او اي نادي، كنا بننزل في نادي النصر او تدريباتنا كلها كانت بتبقى في نادي الوصل، على اعتبار كان في توأمة وما زالت موجودة التوأمة بين نادي الزمالك وبين نادي الوصل يعني. فانا بشكركم جدا على الدعوة، واتمنى كده ان انتوا دايما تبقوا ايد واحدة ومساندين لبعض ومساندين نادي الزمالك في الغربة، وربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله. مرة تانية بشكركم، وبشكر طبعا عفيفي على حضوره، وبشكر احمد طبعا على حضوره، وربنا يوفقكم دايما ويوفقنا دايما ان شاء الله باذن الله، فاحنا نخدم نادي الزمالك في اي موقع ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.